بانه هاد لاروي او هاد السائل هذا متكون من 11 عشبه طبعا بما فيهم لاروي فيرا. هاد السائل هذا تضمن لكم انتعاش يومي للبشره والشعر والجسم كذلك، في مكونه جميله جدا وطبيعيه قريبه للطبيعه ديال الوجه ديالكم الجلد ديالكم الشعر ديالكم. عندي استعمالات عديده لاروي فيرس في الحقيقه، ففي الصيف انا سنستعمله كمرطب ومنعش طيله اليوم على الصنه الشعريه، تنضمن الترطيب تنضمن الانتعاش وتنضمن كذلك انني سنغذي البشره ديالي والشعر ديالي. كانت وحده من السيدات اللي تستعمل مولا وفيغا ومن المنشطات ديال فوريفر، كانت عطاتني واحد الفكره جميله جدا واللي جربتها وكانت عجبتني بزاف. كنت خلطت لاروي فيرست مع لو جيلي، خلطتهم جوج كنت نديرهم شعري وعطات نتيجه مزيان. لاحظتوا هذا شعري ما مصوبش غير باش نتفاهموا، شعري دوشه مع الصباح وجايه به نشف بوحديتو. فلاروي فيرست تيغذيه من العمق، تيضمن لابريونس، وفي الوجه تيضمن الترطيب والانتعاش. فاستعملوه لان 11 عشبه ماشي سهله تجمعيهم في سائل واحد، تضمن لكم الانتعاش والرطوبه.